بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة جميلة جدا من سلسلتنا المضيئة. النهاردة هنتكلم على بعض المواقف بتمس كتير جدا جدا وبتعرض ليها كتير جدا جدا من النساء أو هم بيعملوها. هو أنت من النوع اللي ما يحصل لك حاجة أو بتبقي في مكان بتصوري كل حاجة وتطلعيها على الإنستا أو على الفيس؟ هو أنت من الناس اللي لما تحب تحققي هدف أو غاية أو ناوية تسافري أو ناوية تعملي أي عمل في حياتك بتعرفي أم لا إله إلا الله كلها وتبتدي بقى تعرفي عملت هعمل كذا والخطوات كذا وبعد كده ما بتعمليش حاجة؟ في صدق ما بيتعملش حاجة. مطبقين قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، ولا مطبقين قاعدة ان احنا يلا بينا نتكلم ويلا نقول ويلا ننشر؟ طب ايه الفرق بينها وبين شوبة بلا؟ ما احنا واما بنعمة ربك فحدث، فلازم الدكتور هلا نتحدث ونقول ايه الفرق ما بين ده وبين اتحدث مع مين اصلا ومين الناس ومين طبائعهم ايه انواعهم اللي اتحدث معاهم؟ ده جزء. الجزء الثاني اللي انا حابه اقول لك عليه واتكلمك فيه، هو انت لما بتعرفي الحق وبيبقى جواكي ايمان بالمبدا وبالغايه وبالهدف وازاي ما خافتش قدام حتى اقوى الناس، واحنا المفروض نتعلم مع نفسنا كده ونربي اولادنا على كده، يا ابني قول الحق فانت على حق، طالما تقول الحق فانت مؤيد من الله الحق. يلا بينا نتعرف على الشخصيه ومواقف كتيره ونشوف نتعلم منها ازاي، يلا بينا. سيدة فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، من أوائل الناس اللي أسلموا، وأسلموا قبل حتى في مرحلة دار الأرقم وقبل الإعلان بالهجرة، وأسلموا طبعا في مكة على يد خباب بن الأرط. كان طبعا هي أخت سيدنا عمر بن الخطاب، وطبعا كان الإسلام ساعتها في السر، واللي كان بيسلم كان بيداري وكان عارفة فيها كده الأمور اللي إيه كلها متدارية علشان طبعا قريش، وكمان كانت عشان اخوها. وقت من الاوقات طبعا كان سيدنا عمر سل سيفه وراح حمم يقتل محمد، فلقى يعني رجل من قريش وقال رايح فين؟ قال له اقتل محمد. قال له اقول لك خير من كده؟ تقتل محمد انت مش خايف من بني هاشم وبني زهره؟ طبعا مش هينفع، ولكن هقول لك على خبر عجيب. قال له وما العجب؟ قال له اسلمت اختك فاطمه وزوجها. فطبعا استشاد غضب سيدنا عمر وراح جري على بيت مين؟ على بيت اخته السيده فاطمه. فلما راح سمع صوت قران، كان سيدنا خباب بن الارط بيقرئهم القران وبيعلمهم سوره طه ساعتها. فلما دخل خبوا سيدنا خباب بن الارط في البيت وقفلوا عليه وايه وجابوا وقعدوا هم. فكان في الصحائف باينه من السيده فاطمه بنت الخطاب، فدارتها اسفل منها كده ودارتها عشان ما يشوفهاش. قال لها ايه دوت؟ قالت له لا ده انت مش هينفع تشوف الكلام ده. طب كنت انا سامع بتقولوا؟ قالت له كنا بنقول حوار ما بيننا. قال لها لا انتوا كنتوا بتقولوا حاجه وانا سامع كده، لعلك سبقتي وتركتي دين ابائك واجداد. قالت له والله ولو كان دين الحق فهم سعيد. قال له اذا كان هو ده الدين الحق يا عمر فوسب على زوج اخته وطأه يضربه هم ان يقتله. فكانت فاطمه جت عشان تحوش عن زوجها فلطمها سيدنا عمر لطمة على وجهها أدمت وجهها. فلما شاف كده رق لها وقالت له أيوه هو ده الدين الحق، وهنا السبات بقى وقت الزلزلة، أيوه هو دين الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما شهدت عارفة قوة الحق، المؤمن دايما يا جماعة له هيبة، حتى لو كان سيدنا عمر ذات نفسه، حتى لو كان قدام عمر ذات نفسه، واحد على طاعة ربنا وعلى على الطريق المستقيم طبيعي ان كل اللي حواليه يحصل ايه؟ كل اللي حواليه طبعا يهابوا منه. فقال لها اعطيني الصحيف. قالت له لا الا ما تعطيني وعد انك انت مش هتقطعها ولا تعمل. قال لها اعطيك وعد. قالت له برضه ما اقدرش اخليك تلمسها. شفتوا الذكاء؟ قالت له قال لها ليه؟ قالت له انت مشرك نجس، يروح اغتسل. راح اغتسل. تعالوا بقى لو انا بالعقل كده واحد قوي الشخصيه يعني ما حدش بيقف قدامه، واللي عايز تسكله امه يجي لي هنا علشان شوفوا واي حاجه طلع السيف ويقتل حد في قوه شخصيه سيدنا عمر. وتيجي اخته البنت بقى بعرف مجتمع الذكوري ساعتها في قريش وتقول له لا اديني وعد الاول. اه طب هديكي، هاتي بقى. لا روح اغتسل. فيروح يغتسل. الامر دوت محتاج قوه بدنيه؟ ابدا، قوه نفسيه وقوه روحيه وقوه من عند الله. صاحب الحق دايما صوته عالي،
صاحب الحق دايما محدش يقدر يقول له انت كذا ولا كذا او يضعفه. ليه؟ انا معايا الحق فانا حاسس بالقوه. لكن دايما يعني اصحاب الباطل واصوات الباطل والكلام ده دولت هم اللي دايما مع اي حاجه يخنسوا. ليه؟ لان هم على باطل، هم على باطل. تقول لك اذكر الله يخنس الشيطان، وتذكر الله وتذكر الحق يعني يروح اهل الباطل وما يقدروش يجابوك اصلا الا بالباطل بقى وبالصوت العالي ومش عارفه وبايه وبالجعجعه وبالمجادله والكلام اللي احنا عارفينه ده. راح سيدنا عمر اغتسل فقرا طبعا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الى اخر الايات. ساعتها خرج سيدنا خباب بن الارات وقال له والله يا عمر انه لدين الحق وانه صادق امين، ويا عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، وأرجو من الله أن تكون أنت. قال له طب يلا تعالى معايا علشان أروح أقابل محمد. فخافوا في الأول، قالوا هتقابله ليه؟ قال هعرض عليه إسلامي. بقى كان شايل سيفه وراح بيه سيدنا خباب. فلما خبط على باب الارقم الصحابه اتخضوا ودخلوا، يا رسول الله عمر بن الخطاب بالباب، طبعا جاي واخد شر وشايل سيفه. مين اللي قام وقال؟ حمزه. قال فياتي ان كان خيرا زدناه خيرا وان اراد شرا قتلناه بسيفه. شفت الرجال؟ شفت العزه؟ هم الواحد والله نفسه في العصر اللي احنا فيه ده يلاقي كده رجال تقوم بها الامه ونعيد بها الخلافه ونعبد القلوب لله سبحانه وتعالى، اللهم امين. فدخل سيدنا عمر الرسول عليه السلام اول ما شافه مسكه كده ونغزه كده، قال له اما انا الان يا عمر، يا عمر بشده كده. سيدنا عمر بيقول فاهتز له قلبي واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ففاطمه بنت الخطاب بقوه ايمانها وقوه روحها وثباتها كانت سبب في ان سيدنا عمر يأسن. كان سيدنا عمر بيحكي برضه عن موقف له قبل كده، بيقول ان انا مريت على سوره الشعراء وهو بيقراها النبي عليه الصلاه والسلام، فقلت ده قول شاعر، فقال وانه قول رسول كريم وما هو بقول شاعر، ده بقول كاهن، جت الايه وما هو بقول كاهن. فبيقول حسيت ان انه بيرد عليا مع ان الكلام ده كان في سري. ودي كانت الهزه الاولانيه، اسلم سيدنا عمر بفضل من الله سبحانه وتعالى، وكان السبب اخته فاطمه بنت الخطاب. بعد كده طبعا عارفين بقى مآثر سيدنا عمر. الموقف الثاني لفاطمه بنت الخطاب موقف جميل جدا، لما الرسول عليه الصلاه والسلام هيجهر في صحن الكعبه. مين اللي هيبلغ عنه في صحن الكعبه؟ سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر عمل جاء واتكلم وحمد ويقدم النبي عليه الصلاه والسلام وجاي بدين من عندي. لو لسه بيتكلم قاموا جايين الكفار نزلوا على سيدنا ابو بكر قدموه ضربوه وبقوا يتناقلوه كده يضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقى عليه حجز، فسيدنا ابو بكر بعد النبي وقام جاي دخل هو في الحلقه دي، ففضلوا يضربوا فيه يضربوا فيه فقدموا لحد عينه ما بقى خلاص اتقفلت والدم بقى، لحد ما جم بنو قحافه قاموا جايين بعدين الناس وقاموا شايلينه لافينه كده في ملايه ودخلوه على امه، وهم عندهم يعني التاكيد انه مات خلاص، وخدوه حطوه. فبتقول لهم ماله؟ فيقول ما فعل رسول الله، كيف حال رسول؟ قالت له ما علم لي بصاحبك. قال لها اذهبي لفاطمه بنت الخطاب واساليها. فراحت ام سيدنا ابو بكر لفاطمه بنت الخطاب علشان تسالها، فقالت لها ابني ابو بكر بيسالك ما فعل كذا وهو جاي مضروب وما فعل رسول محمد؟ قالت لها ما علم لي بابو بكر ولا علم لي بمحمد، ما اعرفش انت بتتكلميني ايه الموضوع اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ ما تعرفش وجايه بياخدوه عشان مثلا حبقى هياخدوهم ويعذبوهم، وكانوا كاتمين اسلامهم ولا ينشروه. وهنا نتعلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، استعينوا على قضاء الحوائج بالسر والكتمان. راحت يوم تبص تلاقي ايه؟ رايحه مثلا مسافره سفر وراح مثلا مع زوجها، قامت جايه مصوره زوجها ومصوره البتاع، يا جماعه انا في الامر الفلاني، وناس فعلا اتصوروا وراحوا وسافروا، والناس حراميه عرفوا مكان البيت بتاعهم وراحوا سرقوهم في الوقت اللي هم سافروا فيه. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، عايز تعمل عمل استعين عليه بالسر والكتمان حتى اتمام العمل. العين يعني اكثر موت امتي من العين، العين حق يا جماعه، العين والحسد حقه كتير جدا جدا من الناس اللي بتنشر
الامر تقول لك ايه؟ طب ما هو فاما بنعمه ربك فحدث. احدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليا في المحيط اللي هو ما فيهوش حسد، وانا ما اعرفش الدنيا عامله ازاي، واطلب من الناس اللي يبقى اللي انا بحكي لهم انهم يقولوا هلا بركت على اخيك. ما اقولش يا ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا مش ده النص. النص لما اشوف حاجه تعجبني اقول اللهم زد وبارك النص، لكن لما انا ادخل حاجه عندي، ادخل بيتي، ادخل واشوف حاجه عندي انا املكها بتعجبني، انا اقول على نفسي ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، يبقى الحاجه بتاعتي انا اقول ما شاء الله ولا قوه الا بالله، لكن الحاجه بتاعت الاخرين اقول اللهم زد وبارك. علاج الامر في عجاله، ازاي احصن اولادي من العين ومن الحسد؟ بالرقيه يا جماعه. اولا سوره البقره لا يستطيعها البطل كل يوم، وبعد كده ارقي باسم الله ارقيكم من كل شيء يؤذيكم، شر كل عين حاسد ان الله يشفيكم باسم الله ارقيكم، وابتدي ان انا احصل طبعا المعوذتين دايما ودايما، اذكار الصباح والمساء والصلاه على وقتها والوضوء، دي من الحاجات اللي بتحصل البني ادم. وطبعا القراءة كان بيقراوا الفتحه 7 مرات بنيه الشفاء وبنيه شفاء المريض، كل الحاجات ديت تحمي من العين والحسد. ودايما كده واحنا برضو نفسنا نأصل او نحيي سنه من باب برضو الموضوع دوت، سنه منسيه، ومن احيا سنتي عند فساد امت فله اجر 80 شهيد، والروايه الثانيه فله اجر شهيد. ايه السنه المنسيه؟ لو واحد راح عند حد وشاف ان انا حسدتك في امر معين، او ان انا يعني مثلا قلت الله ما شاء الله ايه البنطلون التحفه ده، ومش عارفه الازازه الجميله دي، فانكسر او لسه ما حصلهاش حاجه، او انا حسيت قلت حاجه فيها كذا، فاتوضا واجيب ميه وضوئي واعطيها لصاحبه البيت اللي انا كنت فيه. يا نهار ابيض، يعني انا اروح اقول لها اصل انا كنت بص قوي للسجاده والفازه ومش عارفه وايه والامر كذا فخدي. دي سنه، ده صعب، ما هي صعب معلش، بس تعالوا نحييها. فبعض بلدان الخليج السنه دي موجوده، يعني يقول لها ايه اتوضي لي وهاتي لي ميه الوضوء. كان مثلا 6 7 متجمعين في بيت واحده، وبعدين ابنها تعب حصل حاجه مش عارفه ايه اللي قصد، فقالت للسته تعالوا توضوا لي، فيتوضوا ويجيبوا لها الميه فتوضي وايه بيه اولادها وتغتسل بيهم. طيب هل ينفع ان انا اقول كده؟ والله احنا بنقول سنه وينفع الناس تعملها، ولا حرج ولا غضاضة، ولا ما يجي حد يخبط عليك ويقول لك توضي لي، توضي لي يا بنت انت وانت عندك ايه عشان احسدك؟ ده انت مش عارفه روحي دوري على نفسك، روحي اعملي، روحي سوي. ها مش بيحصل كده، وانا هحسدها على ايه؟ ما هي المشكله يا جماعه ان عين شعاع الحاسد يا ريته بيجي في الحاجه مثلا اللي انت شايفاها، لا ده ممكن يجي الشعاع في اي حته تانية. والنبي عليه الصلاه والسلام لف يعني بعد الحسن والحسين، لان طبعا العين حق، وقال كده النبي عليه السلام اكثر موت امتي من العين والحسد، بيموتوا يعني العين والحسد دي موت. لكن طبعا زي ما قلنا الاذكار والوضوء، وان انا اذكار الصباح والمساء والرقيه الشرعيه المعوذتين والحاجات دي ان شاء الله تكون حسن. استعينوا على قضاء حوائجكم. قالت لا والله ما اعرف مين ابو بكر ومين محمد. سيده فاطمه قالت لها ولكن ان شئتي، السيده فاطمه بتقول لها ولكن ان شئتي اجي معاكي عند ابنك اشوف هو بيسال على ايه. شفتوا الذكاء؟ شفتوا الذكاء عامل ازاي؟ هي عارفه ان في حاجه حصلت بس ما تقدرش تبوح، لان النبي قال سر لسه، فما تقدرش تتعدى وتقول لها لحسن تكوني كذا، او اقول ان انا عارفه بقصه محمد، ولكن ان شئتي اتيت معاكي الى ابنك. قالت لها تعالي. فراحت طبعا لقت سيدنا ابو بكر استيحى. سيدنا ابو بكر مدني عينيه، فضل اكتر من اسبوع يتعالج بس عشان عينيه اتفتح، ومهداش وفضل يبكي. وهقول لكم قال ايه لما شاف النبي عليه الصلاه والسلام. فراح لفاطمه قال لها كيف رسول، قالت له كيف تيك، قال لها كيف رسول الله، قالت له هو بسلام وهو بخير. فقال الحمد لله وخلاص سيدي على كده. جه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو بكر قال له يعني ان انا شفيت لما انا شفتك، انا كنت تعبان وبرؤيتي لك انا شفيت يا رسول الله، ده دلاله على الحب. ده الموقف الثاني للسيده فاطمه بنت الخطاب، حسن اسلامها طبعا، ويعني كان من المآثر بتاعتها والحاجات الجميله بتاعتها حسن تصرفها وحسن وذكائها في التعامل وقوه الحجه بتاعتها. واحد على حق فاقول الحق، وانا مرفوع الراس ما بقاش مكسوف يقول لك إيه انت اصل انا بس اصل انا متوضي ما بسلمش. يا ابن النبي قال لا يصافح النساء. اصل انا في مجتمع صراحه ما ينفعش اقول ان انا ما بسلمش،
اصل انا في مجتمع ما ينفعش اقول ان انا، ويستحي يستحي من الدين ويستحي من الحق. شوف السيده فاطمه لم تستحي عند اخوه، وعارفه انها تتقتل معاه سيفه، يعني هو كان راح يموت النبي عليه الصلاه والسلام معاه سيفه، ما خافتش وقالت الحق، والله انه لدين الحق واشهد ان لا اله الا محمد رسول. اوعى تستحي وانت بتقول الحق وما تتكسفش، قول لا ما بسلمش، انا بسلمش على النساء، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انا ما بسلمش على النساء، خلصت. لا لا اصل انا متودي، اصل مش عارفه، اصل انا حاطط ايه، ما ينفع. لا نقول الكلام ونقول الدين وما نستحيش منه. لما قلنا الموقف الثاني انه نطلع منه بعبر وعظات، نحيي السنه المنسيه، سنه هلا بركت على اخيك اللهم زد وبارك، وتوضا لاخيك، توضا لاخيك واعطي له ميه الوضوء، ونحيي السنه دي. واللي يحيي سنه عند موتها له اجر شهيد يا جماعه، يعني حاجه جميله، ونفسنا كلنا ناخد الثواب ده. الامر الثالث، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. لازم طبعا ان احنا اما نعمل عمل داروا عليه عشان يتم العمل. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب انه يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ويجعلنا يا رب يا رب من الناس اللي انت يعني تحشرهم مع زمره النبي وال النبي اللهم امين. ربوا ابناءكم على حب نبيكم وحب ال بيتي. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.